لو قلت لك افتح جوجل واسأل عن حاكم استخدم الدين كوسيلة سياسية، هتلاقي تاريخ طويل عريض جايب من أول الحكام اللي حكموا أوروبا في العصور الوسطى حد حكم الإخوان المسلمين في مصر. ده خلينا نسأل سؤال مهم، مين الحاكم الفرعوني اللي عمل كده؟ قبل ما تجاوب وتقول إخناتون أحب أقول لك من أكتر الحكام اللي عليهم خلاف في التاريخ المصري القديم، أمنحتب الرابع اتولد في عيلة كلها مؤمنة بالإله من اسمه واسم جدوده، فلما كبر وحكم قالك لا لا لا، بص لملي كل الآلهة اللي في مصر دي، احنا مش هنعبد غير إله واحد ورمزه الشمس، وأنا نفسي هيبقى اسمي أخن آتون. وده خلى كل رجال الدولة يقلبوا عليه، وخلى فترة حكمه فترة منسية في التاريخ، إن قوة عبادة أمون كانت أقوى من إنه يشيلها من الوجدان، وبالتالي رجعت بعد ما هو مات ومحت كل ذكرى ليه، وما فضلش غير اسمه وشوية معلومات عن آتون. وهنا تبدأ تكاثر الأقاويل والنظريات. في قال إن إخناتون هو عزيز مصر في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وبالتالي كان آتون هو رمز الإله اللي عرفه عليه سيدنا يوسف، وحتى اتعمل عليه مسلسل إيراني شفناه كلنا رغم كل المحرمات اللي فيه. وفي كمان ناس قالوا إن في نبي هداه بس مش سيدنا يوسف، واحنا ما نعرفش كل الأنبياء. وفي اللي قالوا إنه عمل كده منه لنفسه. إخناتون لو عمل كده من نفسه لنفسه فده معناه إنه عمل كده لسبب من اتنين، يا إما سبب ديني إنه فعلا كان مقتنع بكده وتمرد على فكرة ما وجدنا عليه آباءنا، يا إما سبب سياسي. إزاي؟ إخناتون كان جاي فترة كلها اضطراب، وشكل الاضطرابات دي هو إن كبار كهنة أمون كانوا بيحاولوا يسيطروا على الحكم زي ما كانوا بيحاولوا دايما، لكن الموضوع كان زايد عن حده شويتين. فجي إخناتون عايز يسيطر على الحكم، يعمل ايه؟ لو اعدمهم او نفاهم او غيرهم الشعب هيقلب عليه وهيقتله تاني يوم، لان قوتهم كانت طاغية جدا، لو طوحهم هيخسر العرب. بدل ما يغير الكهنة قرر انه يغير الاله نفسه، يشيل من تحت رجلهم السجادة اللي هم معتمدين عليها فيبقوا في الهواء، وده اللي هو عمله بالظبط. ومن الواضح ان السياسة دي ما نجحتش انها تغير، بل بالعكس تاريخه كله اتمحى. فقول لي تفتكر ايه سبب ان إخناتون يعمل كده؟ حصلنا اجاباتكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير. شريف العربي.